جهاد حيعلق الان على الابداع اللي صار، تفضل جهاد. ياسر عنده تعليق. ياسر ايش المقام هذا اللي كان؟ عجبني تنوع المقامات اليوم، دخل في الرست فشيء رائع جدا، يعني اهنيه عليه صح؟ رست يا شيخ انا بمشي، انا بمشي يا شيخ. الله عليك. رست صح؟ رست صح؟ صح؟ طيب حلو، تفضل يا جهاد. حركات والله. انا ما عندي تعليق يعني كبير، لكن اداء فاروق اليوم كان يعني محلق جدا صراحه. الله. وما في احد يعني متمكن وقوي في ادائه بعد ما يؤدي يكون راضي تمام الرضا. صحيح. مستحيل تلاقي انسان يعني يؤدي اداء قوي وهو مقتنع انه اداؤه كويس لكن داخليا ما يكون راضي. حتى لانه ما في شيء كامل، ما في حاجه راح تكتمل يعني 100%، لكن فاروق اليوم بيضها صراحه. بيضها ما شاء الله تبارك الله. هذه كلمات جهاد لك، وحنسمع الشمراني ايش حيقول. انا عندي شغلتين. الشمراني المتاثر طبعا. لا عندي امرين مهمه فعلا. الامر الاول اتكلم عن الاداء، ترى فاروق قاعد يشعرني بكلمات الشعر اللي قاعد يقولها. الله. في تعبير وجهه ولغه جسده جالس يرسمها رسم قدامك. فعلا والله حقيقي. جميل صادق. وهذا يعني فني وتكنيكي يؤدى في المسرح. شكرا. الامر الثاني هذا الرجل ينجح في اي مسرحيه شعريه تقدم في المسرح. جميل. الله. شمراني المخرج يقول لك اليوم ما شاء الله تبارك الله عندك وقار، ايش المشكله؟ ما جابوا الا الكرم. شكله ما شاء الله الكيتو شغال معك صح؟ تبغى جواب؟ جوزت الكيتو فلو ولا لسه؟ ابو قاسم دعوتك لي بالتوفيق وحنا شدنا. ابو قاسم حبيبي. تبغى الجواب على سؤالك للشمراني؟ ايوه تفضل. مسؤول الشمراني اليوم. تسمح لي شيء؟ اتفضل. في 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 المسرح حلو الإفيه دائما اذا تكرر يصير ساذج جدا. فهو ينجح في المره الاولى، في المره الثانيه يعني الاولى اداك اياها مضبوطه. لا ابو 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 قاسم الا لحظه خليني اكمل. لا ما تكمل. الا مهما يقدم الا انه دائما في شغله. يا حبيبي هلا هلا ويز. خلاص هاي ها فلت رجع فلت. انا عدمت عليه النشيد حقه. ايه بتضحك ليه انت؟ لانك يقول لك وترته صراحه. هو المايك توتر منه فما بالك انت قدامه جالس. مايك كبير عادي. اقول ايش سويت؟ ايوه عادي. اقول ايش سويت؟ يقول لي اقول يعني اقول ارفع صوتك ما اسمعك. عادي يقول انت ايش سويت؟ اقول عادي. عاف الله في نفسك يا ولد، عاف الله في نفسك. بكره غدا سمك. بكره غدا سمك. يوسف 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 بس شفت الشيء هنا بس. ايش سوى طيب؟ ايش سوى؟ نسمع يوسف ايش يقول لك على طريقة أبو عبد المحسن. أجمل من تغريد الشروق طلت الأخ فاروق. الله عليك. طب فاروق الله عليك. بالله بالله ايش سوى؟ ايش سوى أويس؟ ها؟ اللي سواه أويس؟ دقيقة. الله. يلا ويس نسمع ويس ايش سوى. ويس يكفي وقفته، وصلت المرحلة دي. هيبة أربع صفحات يقول يكفي وقفته. هيبة رهبة. حلو. يا أستاذ ثاني شيء خلني أكمل ثاني شيء ما أدري قاعد يرمي أغراض كذا ما أدري. ثالث حاجة أنا لما عرفت أجر الصدقة. الله. أهل مكة ما شاء الله ما يحتاج يعني. ثالث حاجة بالأخير. والله الكلام حرك. أيوة. اسألوا من استشار قبل الهواء في الكواليس، من قاعد يستشير؟ ياسر. طيب أول شيء التعقيب على الثالث حق أويس. الشيء الثالث الله يهديه قاعد قدامي يقول لي قاعد يأكل صح ولا لا؟ يا اخي صل على الحبيب لا تفضحني على الهواء. يحبك والله ويز والله. ثالث والله على كلام استاذ ياسر. كنت بقول ركز بس. ايوه كلام استاذ ياسر فعلا والله استشرته. الله يسعدك. الله يسعده والله اعطاني دجوج كنوي. اي اكيد قلت له اختار الرست في الرست يعني جميل. ها حبيبي كذا السيكه لو اسمح لي اقول شيء بجرأة. قول بلا اي تردد بجرأة تامة. ولا يزعل على جراح جهاد. اليوم الشباب في همه أداءهم أضعف من الأسبوع القادم بشكل كبير بعيدا عن الأسبوع الماضي والقادم. أكيد والقادم أنت هذه طبعا وجهة نظرك. أي وجهة نظري قال لك أنها خاصة تأخذونها لازم وجهة نظري فعلا.
انا حقيقه اتوقع منهم توقعت منهم الاسبوع هذا اقوى من كذا. لا فاروق ولا عبد العزيز ولا ويس كلهم الحقيقه الاسبوع هذا اقل من الاسبوع الماضي بشكل واضح. ليه ما ادري والله. صحيح ابو عبد المحسن هذا نوع من انواع التخدير ولا نوع من انواع المنافسه؟ والله الذي لا اله الا هو اني ما ابغى لهم الا كل خير. جميل. ابغى اتكلم بصدق. والله اتفق معك. والله صحيح يعني اقصد الشباب عندهم احلى من كذا. والاسبوع الماضي اللي قدموه صح بالفعل. انا بالنسبه لي كمستمع انا ماني زي ياسر يعني متعب حبيبي ما يحتاج. جميل. ما لكن كمستمع الاسبوع الماضي استمتعت منه اكثر من الاسبوع. طب انا بسالك يا عبد الوهاب ممكن الحليف ايش دوره بالضبط مع المنشد؟ لا هذا مو صحيح. يعني انت ايش وجهه نظرك؟ الحليف احيانا يوجه لكن بعض الشباب احيانا ممكن يقول لك لا انا ابغى ابدع بهذه. واحيانا ترى الشباب يعني هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. جميل. احيانا ترى لما يؤدون مع الحليف ترى اداء احيانا يكون روعه مجرد ما يطلع يختلف شيء بسيط. اما رهبه اما خوف اما زي ما قال احيانا اشياء مساعده اللي صار للفاروق احيانا زي الحين الستاند مو موجود هذه من الاشياء المساعده اتوقع. جميل جميل. ويس والله حنجي لك يا صحيح ولكن احنا جينا يا جماعه الخير من الطياره سيده على هنا. الله بالحقيقي والله بالحقيقي انت تعرف لما طب لا قدر الله انك دخلت ال 130 وخرجت في ال 130 حتقول الطياره السبب؟ ربنا سبحانه وتعالى قدر الكلام هذا. ها؟ اذا انا خرجت ربنا سبحانه وتعالى قدر الكلام. الله وفي خروجي خير الحمد لله. نعم الله ربنا ما يسوي لنا الا شيء تمام لنا. الله اكبر. اي والله ها حبيبي يا ياسر كويس متعود على الطرق ما باول مره. والله والله شكرا جميل. لك عودتنا الله يجزاك خير. ها شمراني حبيبي والله شمراني اليوم انت مره مره عجبني ما شاء الله. تفضل حبيبي. الله ياسر الله يجزاك يعطيك العافيه. بعد كلام شمراني بابا حبيبي شاطر اليوم يا حلينا شمراني شاطر اليوم. ابا اعيش الدور معك بابا حبيبي. عشان انجح البقره. اي بارك الله فيك. يلا اسلم. ها قلبي. شوف المنشدين بالذات حلو. انا اقول الارهاق ترى يضرهم في ادائهم. صحيح. ممتاز. هذا رقم واحد. اثنين يمكن اختيارات بعض الشباب لبعض الاناشيد تقدم فيها جهد يبذل كمنشد فهذا ممكن اثر. انا ما ابرر للشباب لكن صدقني الشباب هم حريصين وفي نفس الوقت يعني هم يرغبون يقدمون الافضل. واختيارهم بعض الامور هو يبغى يسقل نفسه وينمي موهبته في هذا البرنامج فهذا احد اهداف البرنامج اللي يعوض عليه. اتمنى لهم التوفيق مستقبلا. امين يا رب. والله يوفقهم دنيا واخره بس هذا اللي اقوله. تفضل عبد الوهاب. يعني لا يعني ان اللي قدموه ترى سيء لا اكيد اكيد. احنا بس أكيد. قصدي مثلا شفت لما اعرف قدرات فاروق واعرف قدرات الشباب اللي معانا قدراتهم احلى من كذا. صحيح. لا لكن اللي قدموه ترى حلو وبالعكس ترى حيكون لهم في السجل ترى في التاريخ عندهم. صحيح. في اليوتيوب هذه المقاطع ترى بعد 5 سنوات ترى يطلع عليها يشوفون الشباب فنتمنى ان يكون التاريخ هذا مره ممتع. جميل جميل. طيب جميل فاروق عنده تعقيب اخير وياسر عندك كلام؟ انا عندي كلام علمي اذا كان الشباب يبغون يعني. طيب والله انت يا جماعه انتوا لبستوا اربيز ولا ايش سويتوا؟ اسلم يا فاروق عشان لا نطول عليك بس فعلا فعلا كلام سعد عبد المحسن والشمراني وسعد الوهاب كلامهم صحيح صراحه. انا حاولت اني اغير من المقامات اللي كنت اديها دائما دائما كنت ادي كرد وكذا فحاولت يعني الواحد يستفيد من وقفته. انا اذا قلت لي راضي او لا انا الحمد لله راضي بحيث اني استفيد من اخطائي. جميل. طبعا اتابع اللي ينزل بعدين اشوف اخطائي وكذا فاستفيد وان كان في قصور يعذرنا استاذ جهاد اولا ثم الجمهور وان شاء الله نعدهم بالمعدور.